السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. بالنسبة لهاد الحريشات البنات، كل اللي مازال باقا ما جربتهمش راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، كيجيو خطيرين. انا بعدا وليت مدمنة عليهم في الفطور. كنت شاركتهم معكم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هادو حريشات بالشعير، كيجيو روعة، كيجيو رطب، كيجيو رطبين من الداخل، كيجيو مقرمشين من على برا وصحيين. راكم عارفين اي حاجه بالشعير راه شي حاجه صحيه 100%. بالنسبه للوصفه ديالنا اليوم، غادي نحضر معكم الكونفيتور بدون سكر. انا غنقول بدون سكر، ولو ان انا دايره فيه فقط 60 غرام في نص كيلو، 500 غرام ديال المشمش، دايره 60 غرام ديال السكر. علاش؟ لان المشمش كيف كتشوفوا معايا انا خديته باقي شويه شاد. الا لقيتو داك المشمش اللي كيكون طايب مزيان، هذاك ما تحتاجوش نهائيا ديروا معاه السكر، غير ديك الحلاوه الطبيعيه ديالو راه كافيه، وكيجي لذيذ بزاف. راه ما نعاودش لكم على واحد اللذه فيه وواحد الحلاوه بحال تقولوا كتاكلوا الكونفيتور ديال الزنقه، ولكن شي حاجه اللي صحيه وبدون سكر. بالنسبه للوصفه، نبداو على بركه الله. كناخذوا 500 غرام ديال المشمش، من بعد ما كنحيدوا ليه العظم عاد كنعبروا 500 غرام. انا غادي نخدموا معكم في الثيرموميكس. بالنسبه للبنات اللي عندهم الثيرموميكس غادي نعطيكم الطريقه كيفاش، وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الثيرموميكس حتى هما غنعطيكم الطريقه كيفاش. غير هو البنات الثيرموميكس كيسهل علينا بزاف بزاف. كناخذوا 500 غرام كيف قلت لكم، كنعبروها في الثيرموميكس، كتعطينا عندنا العبار، عندنا كلشي، ما كنحتاجوش ننزلوه كثرت المعان، وفي الاخر كنبقاو واحلين في الغسيل. المهم كنديروا 500 غرام ديال المشمش، وكنديروا 60 غرام ديال السكر فقط. انا درت 60 غرام لان كي قلت لكم المشمش عندي باقي شويه شاد، ممكن تستغناو على السكر نهائيا. وكان بروغراميو على 45 دقيقة 110 أو 105 دوغري فيتاس 1. صافي كنخليوه كيطيب حتى كيوقف راسو، كيجي على هذاك القوام كيف شفتو معايا. وبالنسبة للبنات اللي ما عندهمش تيرموميكس، كتاخدو طنجرة الضغط كديرو فيها 500 غرام ديال المشمش، من بعد ما كنزولو ليه العظم كنديرو إلا كان طيب ما كنديروش السكر، إلا كان بحال اللي عندي أو لا قاسح شوية كنديرو 60 غرام فقط ديال السكر. أنتم 60 غرام في 500 غرام راه ماشي شي حاجة، يعني والو، بحال السكر منعدم. كنديرو واحد العصيرات ديال نص حامضة هذه كإضافة. بالنسبة اللي غيطيب يعني الطياب العادي باش كيبقى محافظ على اللون ديالو، أما بالنسبة للترموميكس هو تيحافظ لك على اللون ديال الحاجة، ما تحتاج دير الحامض. بغيتو ديرو الحامض في الترموميكس ماشي مشكل، نص حامضة معصورة، كنديرو عصير نص حامضة صافي. من بعد ما كيطيب لينا، بالنسبة للطياب العادي راه كنبقاو حداه، كنبقاو مقابلينو وحنا كنحركو حتى كيطيب لمدة ديال 30 حتى 40 دقيقة، وحنا كنحركو حتى كنحصلو على هاد القوام. وهو باقي سخون كنديرو في قريعات اللي تيكونوا معقمين، وكنقلبوهم على ديك الطريقة، كنخليهم في واحد البليصة في الكوزينة حتى كيبرد، ومن بعد كندخلو للثلاجة. راه ممكن نحافظو هاد الكونفيتور كيف عرفتو ما فيش المواد الحافظة، ممكن هو لا بقى ليكم، انا ما تيبقاش ليا نهائيا، كندير نص كيلو كتعطيني قريعة كيف شفتو معايا صافي. ممكن يعني تحتفظوا به مدة اسبوع فقط، فوق اسبوع ما تيبقاش، مدة اسبوع يمكن لكم تحتفظوا به صافي. كنديروه في الحريشات، الخبيزه ديال القمح الكامل، فاش ما بغيتو، المهم راه كيجي خطير وكيجي روعه وكيجي حلو بحال الا كتاكلوا الكونفيتور ديال الزنقه، يعني الكونفيتور اللي كيتبع. صافي هذه الوصفه ديالنا اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم. وما تنساوش البنات دعموني بلايك الفيديو وتعليق بالنسبه للبنات اللي جربوه، قولوا لي كيف جاكم. وحتى بالنسبه للبنات اللي باقي ما جربوش، يعني اللي عاد شافوا الفيديو، قولوا لي واش بغيتوا مازال المزيد من هذه الوصفات نبارطاجيها معكم. وهذا ما كان، كنتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله مع فيديوهات قادمه. بسلام عليكم.